بسم الله، السلام عليكم. نتمنى لكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد، وما تنساوش تضغطوا على لايك وتأكتيفوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا. وفي هذا الفيديو غادي نوريكم الطريقة ديال التحضير ديال الغسول المسقي في الدار، شنو غادي تحتاجوا ليه وشنو المراحل اللي خصكم تحترموا باش يستقليكم الغسول في الدار. اولا غيخصكم تشريو الغسول والاعشاب. الغسول يا اما تشريوه طوب، ولا ما لقيتوش تشريو الباكيات اللي عند العشاب عاديين وانتم تصوبوهم على يديكم. واخا كيقولوا لكم راه مسقيين واجدين، ولكن هادوك الباكيات منين كتهزكوهم في الماء يلا كدوز ساعه ولا ساعتين كيطلع الحجر اللي فيهم. كما كتشوفوا معايا في الفيديو، هذا هو الطوب اللي كنشري انا. الا لقيتو غادي يكون افضل. كنديرو كيتشمش واحد شويه، كنفزقو كنبيتو ليله كامله في الماء القياس اللي غادي يشرب وما غاديش يجي ثقيل وما غاديش يبقى خفيف. والغد ليه في الصباح كناخد بلاستيكه، اولا نتوما الا كان عندكم بلاطو على حسب نتوما القياس اللي هتاخدو. تقدروا تبداو غير بكيلو، يقدكم غير بلاطو. انا خديت ميكا كبيره وغادي نطلقوا عليها مزيان. غنوريكم كاع المراحل بالتفاصيل، بقاو معايا. ها هو الغسول ديالي كيف الصبح، ودابا غادي نبقى ندور يديا فيه في القاع ديال البانيو اولا في القاع ديال القصريه. غتبقاو كتحكو مزيان لتحت ديال البانيو باش كيتجمع هذاك الحجر اولا هذاك الحصى، باش تاكدوا باللي الغسول ديالكم نقي ومنين ديروه في راسكم ما يجرحكمش ويخرج رطب مزيان. نتوما كتحكو الحجر كيتجمع لتحت واللي نقي كيطلع للفوق. كتبقاو كتجمعوا بشويه بشويه هذاك الوجه كله حتى كتكملوا الكميه اللي عندكم كامله، وعاد كتصفيوه يا اما في شي شبكه العيون ديالها غلاضين يا اما في الغربال. منين تساليو تاخذوا البلاطو ديالكم. انا غتشوفوا معايا في الفيديو خديت ميكا كبيره لان عندي كميه كبيره، وغادي نبدا نطلق بشويه بشويه باش يجي كله رقيق، ما تجيش جهه غليظه وجهه رقيقه. ومن الافضل يكون كله على سمك واحد باش كينشف لكم دغيا وما كياخدش الوقت بزاف باش يبس. كنوريكم دابا كيف كندير ليه باش كيتبسط. كتبقاو بحال لا كدهنوه حتى كتكملوا الجوانب كاملين. ومن الاحسن تاكدوا لان الجناب ملي كيبقاو غلاضين ما كييبسوش. غنخلي الغسول ديالي يبس ليا مزيان في الشمس. انا حاطاه في السطح، نتوما حاولوا تحطوه في شي بلاصه ضربه فيها الشمس مزيان باش يبس تماما. الا ما كانت ضربه فيه الشمس ولا ما كانت الشمس حاره راه غادي يحتاج لكم عده ايام. انا هنايا كانت عندي الشمس مجهده بزاف وحاره وما كان مغطي بحتى شي حاجه، ما كانش مدرقه بحتى شي حاجه، كانت ضربه فيه مزيان. احتاج ليا غير نهار واحد ومع المغرب جمعته.
الغسول ديالي ها هو ناشف، راه دغيا كيتجمع. ندوزو دابا باش نوريكم الاعشاب اللي غادي نسقيو بها الغسول. درت الاعشاب ديالي كلها في البرمه، خويت عليهم مقرش ديال الماء طايب باش كيتلقوا مزيان، وعاد درتهم فوق البوطه باش كيطبخوا. غطيت عليهم خليتهم باش يعرقوا باش يطلقوا كاع داك الجهد ديالهم. الا ما قدكمش هذاك الماء اللي غادي تصفيو من داك الاعشاب، تقدروا تزيدوا لها ماء واحد اخر وتعاودوا تغليوها المره الثانيه. العشاب راه غادي يعرف الكميه اللي غادي تخصكم بالضبط ديال الاعشاب على حساب الكميه اللي عندكم ديال الغسول، ولكن غير على سبيل المثال لكل كيلو ديال الغسول غادي تخص 5 درهم ديال الاعشاب. غنسقي دابا الغسول ديالي اللي جمعته ودرته في البانيو بهذاك الماء اللي صفيت من هذوك الاعشاب اللي طبخت، وغادي نخليهم يشربوا ليله كامله. وفي هاد المره ردوا البال باش ما يجيكمش جاري بزاف. وغدا ان شاء الله غادي ندوز باش نطلقو مزيان، وخص يكون رقم المره الاولى باش كيجي زوين ودغيا كيطلق منين كندوز باش نفزكو. هنايا سقيت الغسول ديالي، بات الليله كامله، شرب هذوك الاعشاب مزيان، طلقتو، غنخليه في الشمس مزيان. ردوا البال باش الجناب يبقاو رقاقين باش كلشي ينشف دغيا وما يحتاجش داك الوقت بزاف. راه الا كانت الشمس مجهده يقدر ينشف لكم في نهار واحد، الا ما كانش معرض للشمس بزاف وكان شي شويه ديال البرد وجو ناشف يقدر يوصل حتى لسيمانه عاد ينشف لكم. خليوه بنهار وفي العشيه جمعوه عاوتاني خرجوه حتى ينشف لكم، وتقدروا تعاودوا تسقيوه المره الثالثه. انا غنكتفي غير بجوج مرات، ودابا ان شاء الله منين غادي يبس مزيان غادي نجمعو. هنايا صورت لكم بعد مرور ديال ساعتين، كتشوفوا معايا راه بدا كينشف. غنخليه مازال ونتمنى من الله في اخر النهار ينشف ليا. الغسول بدا كيتقشر، غادي نجمعو ولكن غادي نرجع ان شاء الله غدا باش ينشف، لان مازال خاصو ينشف مزيان وخاصو مازال الشمس. ها هو من بعد ما ينشف مزيان وخدا الشمس الكافيه، دابا غادي نجمعو غادي نسد عليه، ومنين نكون غادي نبغي نمشي للحمام غناخد قياس حفينه. بالنسبه للناس اللي عندهم شعر قصير غادي يحتاجوا جوج معلقات كبار، اما اللي عندهم شعر طويل راه يحتاجوا 4 معلقات كبار. ديروهم شي طويصه، زيدوا عليهم شويه ديال الماء بارد وتخليهم قسمين الوقت اللي غادي يطلق داك الغسول. عاد ديروه في شعركم وتخليوه واحد القسمين، عاد تمشطوا مزيان وتشللوا، وهاد الغسله ديال الغسول كتكون هي الاخرانيه من مورا الشامبوان. تيقو بيا كيخرج الشعر كيبري رطب ونازل وفيه ريحه غزاله، اللي جرباتو ما غاديش تقدر تستغنى عليه. موعدنا ان شاء الله فيديو قادم، نصائح اخرى وافكار جديده باذن الله. نقول لكم بسلام عليكم، ما تنساوش تضغطوا على لايك.